موضوع الأكل والشرب ده يعني في كل الأوقات بقى متعب. بقى متعب ليه؟ لأن أنت دلوقتي بخلاف أن الأكل غالي ولا رخيص، كل حاجة بتحبها يقولك وحشة، يقولك دي مضرة بالصحة، وكل حاجة ما بتحبهاش يقولك أبص بقى أنت جيت بقى على المفيد، لازم تأكل من ده، وهو ده اللي بيحصل يعني. فإيه الأكلات اللي ممكن الواحد يأكلها بتسبب تعب وإجهاد؟ وهل فعلا ممكن واحد يأكل عشان يتغذى أو ينبسط أو فيسبب له تعب وإجهاد وطول الوقت حاسس أنه تعبان ومش عارف تعبان ليه؟ إيه هي الأكلات دي وإزاي ممكن نقدر نستغنى عنها؟ وإيه الأكلات اللي ممكن تدي طاقة وتدي باور وتدي صحة خاصة الولاد وهم نازلين المدرسة أو واحد رايح شغله الصبح؟ ممكن نعمل إيه؟ أدي أسئلتنا النهاردة. بشرفنا يكون معانا دكتور عماد سمير، استشاري العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية ورئيس أقسام العلاج الطبيعي بالإدارة الصحية بالعبور. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. نورني يا دكتور. اهلا يا دكتور، صباح النور على حضرتك. عايزه ابتدي معاك بفكره التعب المزمن. يعني احنا عارفين التعب ده، تعب دي كلمه عامه، كلمه واسعه قوي، يعني مرهق مصدع فبنسمي ده تعب، لكن يعني ايه تعب بشكل عام وكلمه مزمن؟ طب خلينا الاول نتكلم عن متلازمه التعب المزمن او متلازمه الارهاق المزمن إيه؟ او اللي احنا بنسميها الفايبروماليجيا او ليها اسم تاني الكرونيك فاتيك سيندروم. كل دي اسماء يعني؟ يعني ده مرض. للأسف المرض ده تشخيصه صعب قوي. المريض أو الشخص عشان خاطر نشخصه لازم يلف على الدكاترة كلها عشان خاطر نوصل للتشخيص ده. يحصل ملوش سبب معين، ممكن يعني في تكهنات كتيرة ليه، ممكن يجي بعد فيروس، ممكن يجي بعد دور برد عادي، ممكن يجي مع كورونا كتير جدا. ولكن المريض بيشتكي من إيه أو الشكوى الأساسية بتاعته؟ إنه هو تعبان، مرهق، بطاريته خلصانة، حاسس بإجهاد طول الوقت من غير مجهود، يعني من غير ما بيبذل مجهود هو حاسس على طول ان هو تعبان. بيجي يشتكي ان انا على طول حاسس ان انا مش قادر اكمل يومي، عامل زي اللي انا الاخر وقت كده في اليوم بتاعي لما بعمل يوم طويل ومجهود واخر ساعه كده قبل ما انام ببقى مجهد فيها جدا. طب مش ده يتسمى انه يعني ده نتيجه للارهاق، فبوصل لده ان الباور بتاعي مفيش، بس لما رايح شويه واكل كويس واخد لي يومين اجازه وانام ببقى كويس، ولا ده مرض؟ هي الفكره بقى كلها ان انا المريض دوت بيشعر بالاعراض دي كلها ولكن من غير ما يبذل مجهود، يعني مفيش حاجه فيزيكال، مفيش حاجه مجهود هو عمله عشان يشعر بالتعب ده. هو بدايه يومه بيحس بالاعراض اللي هي اخرها المفروض احس بيها في نهايه يومي. من اول اليوم هو بيحس بكده بالظبط كده، فهو حاسس على طول ان عضلاته وجعاه. طبعا هي بتاثر في السيدات اكتر من الرجاله. بتلاقي على طول حاسس بالام كتير جدا في كل حته، وممكن النهارده في رجلي بيحس كده ان هو مجهد ومش عارف مجهد ليه، يعني انا ما بذلتش مجهود ولا عملت حاجه، ما عملتش حاجه تستاهل. نفسيا يا دكتور الناس نفسيا طالعه على جسديا من كتر هو جزء منها، جزء منها نفسي، يعني جزء منها نفسي، يعني في جزء كبير منها نفسي. طب دكتور يعني هي السؤال اللي هو بقاله سنين جدا وبيتقال ومحدش بيسمع الكلام، المفروض احنا لما نحب ناكل حاجات ونفطر ونتغدى نعمل ايه؟ يعني نفكر في موضوع الاكل ده ازاي؟ يعني كل واحد بيفكر في موضوع الاكل، انا بيعجبني كذا وما بيعجبنيش كذا، وكل واحد ياكل اللي يعجبه. افكر في فكره الاكل دي ازاي؟ هي الفكره كلها ان احنا الاكل لازم يعني يبقى اكل صحي. في فرق ما بين الأكل الصحي والأكل غير الصحي. الأكل الصحي اللي هو فيه كل العناصر الغذائية. المشكلة كلها إن إحنا بدأنا نتجه للأكل الاستثنائي، مش دي الطبيعة بتاعتنا، بقينا ناكل الحاجات الفاست فود، وهي دي بقت المفروض الحاجات دي بتبقى استثنائية بالنسبة لي، باكلها يوم في الأسبوع كل فترة طويلة. لا، بقت دي كل يوم نتيجة ضغوط الحياة والسرعة، إن أنا عايز أكل بسرعة وعايز أعمل بسرعة، فبالتالي ما بقتش أكل أكل صحي. الأكل بتاعي بيفتقر كتير قوي من العناصر الغذائية بتاعتي. طب كلمة أكل صحي برضو هقول دي كلمة واسعة خلاص، وعقدت الناس في إن أكل صحي معناها أكل دايت ورجيم، فانا ما حدش بيعمل الكلام ده رقم واحد، ملوش طعم. رقم اتنين، التلاتة بقى في الظروف الاقتصاديه اللي احنا عمالين نتكلم فيها، الناس المرفهه هي اللي بتعمل دايت وتاكل اكل صحي جدا خالص. فايه بقى مفهوم الاكل الصحي اللي يناسب اي حد بامكانياته؟ الاكل الصحي هو اللي فيه كل العناصر الغذائيه اللي انا اقدر ان انا عن طريقه اخد كل حاجه من كل حاجه، المعادن، الفيتامينز، اخد البروتين،
والبروتين مش موجود في اللحمة ولا الفراخ بس، بالعكس ده يمكن المرض بتاع المتلازمة ده. أنا لازم أبعد عن اللحوم الحمراء، لازم أتجه للحبوب الكاملة، أتجه للحوم البيضاء، أتجه لحاجات مش للبروتين باخده من البقوليات. ما هو كده كده يعني بعد 250 و280 جنيه والناس بتطلب جنيه اللحمة، هم كده كده هيبعدوا عن اللحمة. إن شاء الله كده كده هنسيب اللحمة الحمراء والبيضاء قريب. اللحمة الحمراء هنتجه للبقوليات. اللي بناكلها أكل بقى صحي ويدينا كل الفيتامينز ويريحنا من الإرهاق ده، أحس إن أنا عندي باور. طب بس أنا كان ليا بس سؤال في اللحمة الحمراء والبيضاء. قبل ما اللحمه الحمراء اللي احنا طبعا عارفينها، طب ما اللحمه البيضه برضو بيقولوا لنا ان ما تكترش جدا من الفراخ، لان الفراخ داخل في العلب. لا بعيدا عن غليت، ما كده كله غلي. لا داخل فيها الفول الصويا، والفول الصويا مضر خاصه بالرجاله، ان فيها بعض الحاجات الادويه والحاجات دي، وهي اصلا في الاخر مضره. نسمع كلام مين احنا مش عارفين؟ هو الاعلاف كلها عموما بقت داخل فيها هرمونات، يعني سواء اعلاف حيوانيه او اعلاف دواجن او اي اعلاف داخل فيها مواد كل حاجة كميائي. بيبقى فيها طبعا هرمونات، لكن احنا بنتكلم كنسبة الدهون في اللحوم الحمراء اعلى بكتير قوي من اللي موجودة في اللحوم البيضاء. واللحوم البيضاء مش مقصود بها الفراخ بس، انا ممكن اللحوم الاسماك السلمون، يعني في حاجات كتير قوي مهمة قوي فيها اللحوم البيضاء يعني. بس هو مش افيد حاجة، او يعني دايما يقولوا لنا ما فيش كوليسترول مش عارف ايه، لجأوا للاسماك اكتر من الفراخ ومن اقلها طبعا، اقلها اقل بكتير جدا من الدهون في اللحوم الحمراء او الفراخ. فالسمك اكتر فايدة، بالاضافة ان هو فيه اوميجا 3، والاوميجا 3 دي بتبقى مفيدة جدا للجسم، وبخصوصا لمرضى المتلازمة لانهم عندهم نقص في الاوميجا 3 عالي قوي. طب دكتور، يعني الناس اللي بتحب منتجات الخنزير، الناس اللي بتحب اللحوم المصنعة في العموم، يعني اللي بتستسهلها في سندوتشات الولاد، فايه بقى اضرار كل حاجة؟ مش كضرر بس صحي، لكن على ناحية الارهاق اللي بنتكلم عنها دي. احنا عندنا اللحوم المصنعة عموما كلها دهون عالية قوي ودهون مشبعة، فبالتالي بتزود نسبة الكوليسترول في الدم. لما نسبة الكوليسترول في الدم بتزيد، بتزيد من مخاطر التعرض لأمراض القلب طبعا. بتزود، بتخلي مقاومة الخلايا للأنسولين عالية، فبتخلي السكر يزيد، مستوى الجلوكوز في الدم يزيد، فبيعرضني لمخاطر السكر. بيخليني في دايرة كلها أمراض، كلها مشاكل بسبب زيادة الكوليسترول. نفس الطريقة الدهون لما بتزيد معايا قوي بتسد الشرايين، فبتخليني معرض للجلطات اكتر. اللي هي بقى الناس بتاكل مقليات، بتاكل اللحوم فيها نسبه الدهن بتاعتها بالظبط كده. عشان كده طريقه طهي الاكل نفسها تفرق، يعني انا ممكن اكل لحوم او اكل اي حاجه بس ما اكونش مقليه. هو في اكلات تخلي مودي وحش واكلات تخلي مودي كويس؟ بعيدا عن الشوكولاته انا بتحسن المزاج يعني. لا في الاكل ممكن اكل اكله تخليني انا ريلاكس اكتر، مش متوتر يعني كده، ولا ملهاش علاقه؟ لا ليها علاقه طبعا. في اكلات بتزود السيروتونين، بتزود مستوى السعاده في الجسم، زي الحلويات والسكريات والكلام ده كله، لكن هي مشكلتها انها زي ما بتطلع بسرعه بتنزل بسرعه. حاجه معقدة. احنا بنلجأ للحاجات اللي يعني المشاكل المتلازمه دي عموما بتخلي ان مستوى السكر بيزيد وينقص بمستوى كبير قوي على مدار اليوم. فاحنا عايزين حاجات تخلي المستوى ده ثابت، زي ايه؟ الخبز الابيض. الخبز الابيض غلط صح؟ طبعا. ليه بقى؟ لان الدقيق دوت عشان خاطر يوصل لمرحله اللي احنا بنشوفه كده ابيض، ده بيتم معالجته كتير قوي، بيبتدوا ان هو يشيل القشره بتاعته من القمح وبيبتدي ينخلوه كذا مره، وبيضيفوا له بعض المواد عشان يوصل لنا في معالجه مرحله التبييض دي. طب عشان يوصل لنا دي ابيض. العيش نبعد عن العيش الابيض، ولا نحاول بقدر الامكان نبعد عن العيش بشكل عام؟ لا هو حقيقة. ما انا بقول لحضرتك، هي الفكره كلها ان الدقيق الابيض دوت عشان يوصل للمرحله دي بياخد معالجات كتيره قوي، فهو بيفتقر للالياف، ما بقاش فيه الياف. يعني العيش الفينو ده غلط؟ غلط، لان هو ما فيهوش الياف. طالما ما فيش الياف ففي حاجات كتير قوي هتبقى غلط. انا بستبدله بالحبوب الكامله، انا عايز القشره بتاعه الحبه، لان الحبوب الكامله دي فيها الياف. طب الالياف بتعمل ايه؟ بتعمل حاجات كتير جدا. الالياف اولا بتمتص ببطء، بتتهضم ببطء، على عكس الدقيق الابيض. الدقيق الابيض بيمتص بسرعه، بيتهضم بسرعه، كل واحد بيجوع بسرعه، بيديني احساس بالجوع. برافو عليك. بيدينا احساس بالجوع على طول. واحد لو حط 10 ترغيفه فين، وخصوصا هو الصغير ده، هياكلهم بالظبط كده. لان هو بقول مش انا، مش لازم انا، بتكلم على الناس. هو دلوقتي الفينو عامه بقى يعني بقى كده يعني حاجات صغيره كده بتاخد عينه بس. لكن انا عايز اسال حضرتك، طب ما تيجي ناخدها بشكل عملي اكتر، ناخد مثلا وجبه الفطار، تقدر تعمل لنا يعني اختيارات لوجبه الفطار، ولا نعمل ايه مثلا؟ احنا هناخد الفطار، بنحب الحاجات اللي فيها حبوب كامله زي الشوفان، يعني مثلا شوفان مثلا، ممكن زبادي مع شوفان،
ابعد طبعا عن حاجات الكورن فليكس، لان هم طبعا الاطفال بيحبوا كورن فليكس. الكورن فليكس فيه سكريات عاليه قوي، سكر بيرتفع في الدم، فبرضه بيخلي مستوى السكر في الجسم على طول عالي ويوطى مره واحده. طب الشوفان ده خدعه ولا فعلا حاجه كويسه؟ لا، اي حاجه فيها حبوب كامله زي الشباب، الشوفان، الشيا، احنا بنجيب الشوفان، انا عارف ان الشوفان ليه كذا شكل، احنا بنجيب اللي هو يعني شبه الكورن فليكس بس اصغر، صح؟ اللي هو رفيع يعني تقريبا مقطع يعني او حاجه كده. الشوفان ليه شكل، اللي هو الحبوب نفسها بتاعت الشوفان، انا بتكلم على الاصل بتاعها، ما بتكلمش على تصنيع منها. لا لا، بتكلم على الشوفان نفسه اللي بيتباع. اصل في شوفان بيبقى معمول زي الكورن فليكس وكده برضه بيبقى، لكن انا بتكلم على الشوفان الاصلي دوت، ممكن بيتضرب في الخلاط مع ميه وكده بيتعمل منه عيش. عيش الشوفان ده مفيد جدا يعني، حبوب كامله فيه الياف عاليه قوي، بيقعد فتره طويله في المعده. ما بيديني احساس بالشبع فتره طويله لما باخد، يعني حتى اللي بيعمل دايت لما نقول له خد شوفان بيبتدي ان هو يحس بالشبع فتره طويله. مش غالي يعني، مش هي غالي. بس الفكره ان هو كمان يمكن الناس واخده انطباع انه لا اللي هياخده بيشبع، مش مكلف، انا هاخد كميه اقل، مش غالي. طب طريقه بقى نعمله ازاي او نفطر بيه، ايه الصور المستحبه؟ بس معانا تليفون لحضرتك. يا مدام ماجده، صباح الفل. يا مدام ماجده، صباح الخير. صباح الفل عليك. كل سنه حضرتك طيب. وانت طيبه وبخير، اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك. بصي انا عندي شنود ابني في سنه ثالثه ابتدائي. ايوه. ما بياكلش ولا لحمه ولا سمك ولا فراخ. بس خالص. ولا حتى لبن ولا جبنه، يعني ولا لبن ولا بيض، بس ممكن ياكل فول عدس، بس في ضوافره حاجات بيضة مش عارفه دي ايه. موفر شنو ده؟ شكرا. موفر بس عنده مشاكل اكيد في الفيتامينز. شكرا لك يا مدام ماجده. في يعني ولاد كتير في السن ده بيميلوا اكتر اللي في فكره ان هو يبقى نباتي. فهل دي بتبقى بالطبيعه كده وخلاص يعني؟ ممكن بالطبيعه، ممكن يكون هو مش حابب طريقه الاكل اللي بيتعمل بيها، يعني ممكن يكون انا بديله الاكل في صوره هو مش حاببها، لكن لما بغير طريقه الطهي بالظبط كده، لما غير الصوره بتاعت الاكل لكذا طريقه، يعني مثلا هو مش بيحب اللحمه، لا ممكن اعملها له كفته، ممكن اعملها له بطريقه حاجات برجر بس مصنوع في البيت، يعني غير له طريقه الطهي. طبعا هو اللي بيشتكي بمشاكل في ضفه ده اكيد عنده نقص فيتامينز كبير قوي. الخطوط البيضاء دي معناها ايه؟ نوع الفيتامين نقص. ممكن يكون في نقص كالسيوم، ممكن يكون في نقص مغنيسيوم، في معادن كتير قوي ناقصه في جسمه، فبالتالي بيحس بيطلع عنده الاعراض ديت. فانا لازم اديله كل العناصر الغذائيه. طب نفترض ان هو بياكلش لحمه ولا فراخ ولا سمك، خلاص انا يعني جربت معاه كل الطرق ومفيش، مش عارف اعمل ايه البدائل. هبتدي ان انا اخد بدائل من حاجات تانية، يعني البقوليات، ما البقوليات فيها بروتين، الفول والعدس. بس هو بياكل كده دكتور، يعني هي بتقول بياكل عدس بياكل فول، يعني بيلجأ. بس هنا انا هو بيفتكر لفكره الالبان، هي بتقول ما بتاكلش لبن ولا جبن ولا حاجه ولا فهي جبن. دي يعني لازم ممكن اديله لبن في صوره زبادي. ممكن ادخل له حاجه تانية، يعني اعملها له في كيك مثلا، فالكيك يبقى فيها بيض في ولبن بالظبط كده، يعني اي حاجه موجود فيها المواد. لو هو يعني هيقضيها نباتي كده بتاع، مش هو ممكن نستفيد من ده برضو يعني تبقى يبقى جسمه كويس، ولا لازم اللحوم ولازم لا خالص. طب ما هو قبل كده كانوا عايشين نباتيين. كان احسن ساعتها. كانوا بيعيشوا حتى اعمارهم كانت اكتر من كده. فشنوده ما تقلقش عليه يعني. لا ما يتقلقش عليه خالص، بس هي اديله العناصر الغذائيه، اهتم بالهرم الغذائي، يعني ممكن اديله مكسرات، اديله حاجات تزود له العناصر الغذائيه ديت. اشوفه ياكل سلطه مثلا ولا لا. حضرتك قلت نفطر شوفان، طبعا في ناس كتير مش هتحب طعمه، مش هتعرف بيتجاب منين. طعمه حلو يعني. إيه؟ طعمه حلو وموجود شوفان او الحبوب الكامله عموما، حتى لو انا مش حابب الشوفان ممكن القمح الكامل، ممكن بليله، ما هي البليله قمح كامل. البليله دي حاجه حلوه. حلوه كويسه، قمح كامل. فانا هبتدي اتجه للحاجات، يعني مش لازم شوفان، لا. دلوقتي بقى في عيش مصنوع موجود حتى في بقى كل الناس عندها الثقافه دي في الافران العاديه، مصنوع داخل فيه، بس مش العيش الاسمر اللي هو محطوط بدقيق ابيض ومحطوط له شويه كاكاو ونقول عليه ان ده صحي، لا. ما بنعرفش نفرقه. هي بالظبط كده، هي دي يعني. اللي ما عندوش ضمير بيبيعه للناس على ان ده اصلا. عايز اقول لحضرتك هي ضمير بقى اللي انا بشتري منه، لان هيقول لي ده ينفع. بيتحط عليه كاكاو؟ بيتحط عليه كاكاو، بيتحط عليه مواد تخليه غامق فيبان ان هو دايت فالناس بتشتريه. انا ممكن اغشش الناس حاجه، عشان لما بروح اشتري ده بقول للراجل هو لو واحد عنده سكر ينفع ياكل ده؟ فالراجل بيرد عليا يقول لي ايه لما يلاقي فيها مرض، فيقول لي بصراحه لا، يعني هو لو دايت هيقول لي لكن هقول لحضرتك كده يعني اساله الاول ده سكر يمكن ضميره ساعتها يعني يصحى للمرض هو لما مرض بيقول لي الصراحه لا هو ده لون كده، لان هو عارف هو عامل فيه هو لون. لكن انا بتكلم على طبعا عشان كده بنقول ان
الحاجات اللي بصنعها في البيت بايدي انا عارف يعني انا ممكن انا اجيب القمح الكامل مع الشوفان مع حبوب الكينوا مع الشيا واعمل حبوب الخبز الكامل حلوه وتبقى وجبه حلوه البليله يعني. كويسه اه طبعا سواء اكلتها بميه او بلبن يبقى شوفان والبليله اي حاجه حبه كامله اي حاجه فيها حبوب كامله في الفطار الصبح بتدي طاقه بتدي باور وبتقعد فتره طويله مستوى الطاقه في الجسم بيبقى ثابت مش متغير زي الاكلات السريعه بتخلي مستوى الطاقه طالع ونازل كتير قوي العيش اللي هو بتاع الفرن العادي بقى ده اللي احنا ده اللي هو بتاع زمان الكوات ربنا عليه عيش الفرن البلدي ده كويس كويس يعني ما فيش مشكله منه خالص لانه بقى فيه داخل فيه رده برضو اه نقصد غير الابيض السي اذنكم معانا عبر معانا على التليفون استاذ جمال يا استاذ جمال صباح الفل وحضرتك طيب يا استاذ جمال حضرتك طيب وبخير الله يسلمك شكرا ليك دلوقتي انا عندي تليفات في الرئه يا استاذ هبه عند حضرتك ايه معلش انا اسفه تليفات في الرئه اكل حاجات سكريه ولا وحاجات بالزيت ولا ايه مش عايز باكل حاجات سكريه بتعب يعني. طب نسال دكتور عماد بيقول عنده تليف خليك معانا يا استاذ جمال بيقول عنده تليفات فياكل حاجات تليفات في ايه؟ هي التليفات دي في ايه يا استاذ جمال؟ في الرئة طيب الف سلامة عليك يا استاذ جمال سلامتك يا عم جمال سلامة الف سلامة عليك تليفات في الرئة دي ليها علاقة بالاكل؟ اه طبعا طب ايه احسن حاجة ياكلها؟ احسن حاجة ياكلها الاكل بتاعي يكون خفيف ما يكونش فيه حاجات تقيلة لأن أي حاجة بتبقى مشكلة في الرئة بتضغط على النفس فالمعدة أساس كل حاجة طالما المعدة هتبقى أولا ما كلش أكل يكون معدة كاملة لأنه هيضغط على الحجاب الحاجز هيخليني فيه مشكلة في الرئة والتنفس بتاعي لازم أكل أكل خفيف يكون صحي هضمه سريع ما يكونش حاجات تقيلة طب نديله أمثلة في الحالة بتاعته دي لو فطار وغداء وعشاء هو ياخد على نفس ده ويعمل بقى حاجات مشابهة لو احنا هناخد في الفطار ما فيش مشكلة خالص ان احنا ممكن نفطر برضو حاجة زي الشوفان او نفطر حاجة زي البليلة او حتى لو هاخد عيش بلدي يبقى نص رغيف بلدي ناخد جبن زي جبنة القريش حاجة صحية اخد خضار خيار احنا في الصوم دلوقتي مثلا كدا. شويه فول ممكن بس يقشرهم فول 4-5 معالق فول ممكن نقشر الفول بالظبط كده اهوت يبقى خفيف مع نص رغيف بلدي وشويه سلطه هاجي ما بين الفطار والغدا ممكن ادي سناك خفيفه ممكن اخد ثمره فاكهه برتقانه يستفان دي اي حاجه من الحاجات دي تفاحه وفي الغدا هبتدي ان انا اخد لو هاخد البروتين بتاعي ممكن اخد شويه عدس حتى لو هاخد مكرونه او هاخد طبق كشري على فكره يعتبر وجبه متكامله لان في كل حاجه يعني طبق الكشري ده مش غلط بقى يقول لك طبق الكشري كله كربوهيدرات ومش عارف ايه بقى انا ممكن ازود البروتين شويه العدس فيه واقلل المكرونه والرز ما هو طبق الكشري انا اللي بتحكم فيه يعني ممكن ان انا اقلل الكربوهيدرات شويه بس احنا بنتكلم عشان الصيام فانا مضطر ان انا الجا للحلول النباتيه شويه يبقى يعمل ممكن نعمل الحاجات دي في البيت احسن صح بالظبط لا أنا فانا اللي اعرف اغرف ايه أنا ضد الاكل بره تمام يعني انا بحب ان انا اعمل في البيت عشان انا ابقى متحكم في اكلي ايوه وازود عدس ازود البروتين شويه العدس طبعا بروتين بزوده اقلل الكربوهيدرات على قد ما اقدر كل ما قللت الكرب كل ما انا لان الكرب ده هو المشكله الاساسيه عندي ايوه بس الناس بتزعل تقول لك طب ما انا في بمناسبه الصوم يعني برضو ان احنا الحاجات الحبوب الكامله او العدس او الفول او بتاع بيتعب القولون نتعامل مع القصه دي ازاي ما زودش الكميه بتاعتها قوي يعني اللي بيتعب القولون لما زود قوي الكميه بتاعتها ممكن ان انا ابتدي ان انا اشرب سوائل كتير اكل خضار كتير لان انا كل ما زودت الالياف يعني ايه اللي مشكله الالياف لما بقللها بتعمل مشاكل الهضم الامساك والاسهال وكده دي نتيجه ان الالياف بقت قليله في اكلنا الياف بقى اديها برتقال ويستفندي والحاجات دي الخضروات والفواكه مليانه الياف فيها كمان مضادات اكسده ومضادات للالتهاب يعني المتلازمه دي اصلا بتبقى مشكلتها اللي احنا بنتكلم عنها كلها مشاكل في العضلات بتزود التهابات فانا مهم قوي ان انا اخد حاجات مضادات للاكسده مضادات للالتهابات زي الخضار زي الفواكه زي بعض المشروبات زي اليانسون الجنزبيل كل دي حاجات مضادات في بعض الاكلات للتهابات. او المشروبات تقلل الالتهابات المستمره في الجسم طبعا زي ايه بقى زي اليانسون زي الكركم زي الجنزبيل كل دي مشروبات يعني تقلل الالتهاب في الجسم نحط الحاجات دي في اكلنا ساعات احنا بنحطها من باب ان دي توابل توابل لكن مفيده في الاكل يعني طبعاً. في ناس بتقول الكمون في اعتقد ما اعرفش صح ولا غلط ليها علاقه بالقولون انها بتقلل طبعا بتقلل وبتحكم في حركه الامعاء نفسها يبقى انا لما احط ده من باب ان بس يديله طعم بس طبعاً. مفيد الكركم والكركم الجنزبيل كل دي حاجات بتساعد وبترفع كمان معدل حرق الجسم شويه التتبيله نفسها اللي ممكن احطها في اللحمه زي اكليل الجبل زي الزعتر الحاجات دي بتقلل من السموم اللي موجوده في اللحوم
فدي بتبقى مهمه، مش بحطها كده يعني، يعني في حاجات بحطها عشان هي صحيه. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ازاي ان انا اوصل الاكل اللي انا باكله دوت هو هو نفسه. يعني ممكن مثلا الام صحية. لازم الولاد مثلا حابين البطاطس، ممكن احط على البطاطس كركم مثلا، ممكن يعني قصدي الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي تبقى موجوده في الاكلات حتى اللي احنا مش حابينها قوي للولاد بس بياكلوها، بس يبقى صوره ممكن ما تبقاش مباشره. اها طبعا حلو جدا، دي طريقة كويسة يعني، أعتقد نصايح بسيطة تخلي الواحد معدته وهضمه أفضل، ما يحسش بالإرهاق المستمر. ونورتنا، كنا سعداء جدا بوجود حضرتك معنا. بشكرك دكتور عماد سمير، استشاري علاج الطبيعي والتغذية العلاجية ورئيس أقسام العلاج الطبيعي بالإدارة الصحية بالعبور، نورتنا ومرة تانية وصباح الفل. شكرا، صباح الخير. نورتنا جدا. الفقرة اللي جاية، إزاي نتعامل مع ضغوط الحياة وما أكثرها، بعد الفاصل.